عند بوتيك العمراني السي محمد الحاج محمد العمراني. كيف ما كتشاهدوا هذا هو المحل ديالو ان شاء الله. السلام عليكم متابعين قناه الطبخ مع عز العبدي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده كيف ديما. عواشر مبروكه، رمضان كريم بالصحه والسلامه والهنا وطول العمر. اليوم ان شاء الله جيت لمدينه اسفي بالضبط حي الكورس عند الاخ والصديق وصديق الطفوله والزمان الجميل، وتدابا راه باقي الزمان جميل الحمد لله من اللي باقي العبدي هو العمراني كيتلاقاو الحاج العمراني. الله ينورك ودي السلام. مرحبا بنا عندكم. مرحبا. السي محمد من لا فامي ديالي وولد عائلتي وكبرت انا وياه، واليوم جيت جيت نكسي لاله كوثر ولاله سوسن من عند ولد بلادي. سي محمد كاين شي كساوي كاين شي حوايج واسيدي محمد كاين شي حويجات كاين كل خير ودي السعدي لاله كوثر ولاله سوسن مزيريني اسيدي مرحبا بهم ترحب بك الجنه. المهم ان شاء الله باش غادي ندوروا معنا واحد الجوله مرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا هادو الملابس ديال الاطفال. الله يعفو عليكم من هنا كيف ما كتشاهدوا الكسيوه ديال العيد اخر ما كاين الوليدات ما عندنا ما نديرو الله يكون في العون. هنا اللي خصاتو شي حاجه مرحبا بكم. احنا تحنا جينا ان شاء الله باش غادي نتغداو ونشوفوا حويجات لبناتنا على قد حالنا على قد جيوبنا. عاده كل عام حنا والدينا كانوا كيكسونا، تحنا غادي نكسو وليداتنا وليداتنا ان شاء الله غنوصلهم على هذه المساله. مرة الخير راه ديما موجود في السوق. هنا كيف ما كتشاهدوا ما شاء الله الله يكمل بخير. كلشي اللي بغيتو حويجات تجينا ديال الاولاد ديال البنات ديال العيالات ديال الاطفال التربيه كلشي 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 عنده. انتما كيف ما كتشاهدوا كلشي يلبس واثمنه مناسبه. كي قلت لكم اثمنه مناسبه وكلشي كيلبس مع السي محمد العمراني لا فامي ديالنا خونا وحبيبنا. دوزنا معاه ايام زوينه والحمد لله الوجه كيبقى نقي. كنتلاقاو معاه كنجول عنده كيفرح بينا اللهم لك الحمد. كان العائله عندي كامله كتكسى من عنده. بالنسبه لخواتاتي اللي كاينين هنا في منطقه اسفي راه تقريبا كلهم كيجوا لعنده. والحاج مرحبا بينا عندكم. مرحبا. واللي جا عندك من جيت عزيز العبدي اي مرحبا به تهلا فيه. مرحبا به. اللي جا عنده وقال لي راني من طرف عزيز العبدي مرحبا به. هنا بالنسبه للمحل الثاني ديال السي محمد كيف ما كتشاهدوا ديال الناس هذا بالنسبه للعيالات يعني الصابوات اي موديل اي شكل اللي بغيتو غادي تلقاو عنده. المكاساه اللي ماشي مكاساه العالي اللي ماشي عالي الطالو اللي ما عنده طالو وهانت. وعاد المحل الثاني ديال الوليدات كيف ما كتشاهدوا هو المحل هنا الكورس. ملي كتدخلوا من الكورس على الجامع هذا في زنقه الجامع بالضبط في زنقه الجامع. بالنسبه للمحل الثاني بالنسبه للمحل الثاني ديال الاطفال كيف ما كتشاهدوا جميع القياسات والمقاسات والديكورات والشكالات والالوان والانواع اللي بغيتوا يعني اي حاجه. هانتوما راه كلشي باقي في تقريبا الاغلبيه سلعه جديده لومبالاج ديالها. بالنسبه للسبادريات حتى هما كلشي عند العمراني محمد. جلال بخياطه تواب اللي بغيتو كلشي عنده اي حاجه اي حاجه نويتوها ولا باقي ما نويتوهاش موجوده عند السي محمد. عند بوتيك العمران السي محمد كيف ما كتشاهدوا هنا ان شاء الله بعد ما جيت من اسفي كيف ما كتشاهدوا هذه بالنسبه لي الحريره ديال البارحه. الحريره ديال البارحه كتسخن وهذه حسوه بلديه هذه الحسوه البلديه
طيبه غير اليوم هذه درنا غير القياس باش تشرب، يعني اللي بغى الحريره يشربها واللي بغى الحسوه يشربها. بالنسبه للحسوه يعني راه حتى السحور كتشرب. وهنا واحد الطويجين على قد الحال كيف ما كتشاهدوا، شويه الفلفله حمراء وصفراء وخضراء، المهم هو مشرمل. وهنا باش غادي نعمروا بالرد ديال اتاي، هنا واحد البصيطلات ديال نسيبتنا الله يخلف عليها مصيفطاهم لينا مع ولدها. جابهم ايمن ولا محمد؟ تحيه لمحمد وتحيه لمرت نسيبي العوكي، العوكي العوكي نسيبي العوكي الله يرحم باها في هذا النهار. هنا مسي الناس كانوا عندي من قبل، هذه ديال الشحمه والبصله، وهادو ديال الخليع والبصله. هادو مسي الناس معمرين بالخليع، كل شيء غادي يسخن. وبالطبيعه البراد ديال اتاي اللي معلي كلام، النعناع، اتاي بالنعناع الملقم والبروج. تحيه للناس البروج، ونعصر عويصه نحطوه في شي قرعه من هادو. مرحبا بكم، وكنتمنى الفيديو لا السابق ولا اللاحق ينال اعجابكم ويرضوكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، وانا راه عباكم العبدي. الله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم بجاه الله والنبي رسول الله، واللي نوى شي غرض وهاد العواشر الله يقضي عليه، الله يفيض خميرتكم ويقوي خيرتكم وييسر لكم الامور كاملين. وبالنسبه للدراري اللي شفتو فطروا معايا راه حتى هما في قصريه الفردوس وفي قصريه الطنطاوي، منهم اللي كيبيع الملابس النسويه ديال العيالات والبنيات، ومنهم اللي كيبيع الاحذيه ولا السيكان وهذا الشيء. باكم العبدي، المهم ما كيتودرش، اللهم لك الحمد. الوجه الا كان نقي وكان المعقول وكان صفا العشره كدوم، وكلهم الله يرضي عليهم وهازين بيا، وما كاين عزيزي عزيزي، الله يعز معزوزهم والله يهز علامهم ويوقف علامهم. الخبولات بغيت لك عيطه عام وزلقه في الحمام اكسيده بستة ايام والحبس 320 عام، راك عرفتي راسك. وعلى بويا وجدي قبل اي قبل 27، اما ملي غتوصل 27 ليله القدر الناس غتبات تصلي وانا غنبات نقاد لك في الشغل. ما غنكون انا حيت الصاله ساليتها، اي الصاله انا ساليتها في شعبان افرجب دوكا غنسالي لك ان شاء الله. عرف هاد الزغب كاينوت في قبيلتكم ما كاينوتش في وجهي. يلاه مشيت حسنتو عند صلاح، صلاح الدومي تحيه ليه. صلاح الدومي الله يعطيك الخير، عاش الملك. ليله 27 26 ليله القدر، غتشوف القدر ديالك كيفاش غيكون ان شاء الله. اللهم بلغني ليله القدر، ولا بغات تجي الموت عتجي. هاي نهار 27 انا نصبح ميت ما عنديش مشكل، ليله 26 غنقاد لك الطرحه وغنقاد لك الدرسه. وها وجهي دير ليا السياله وديال المراه، ما ديرهاش ليا ديال الراجل. الرجاله بكري كانوا يديروا عفد رعيتهم بحال هاد العيال اليوم. هاي الوشام راه من بكري ما كانش عذرك، راه رجع. ولا قالها ولا قالها يكذبيها، ولا قالها ولا قالها يكذبيها. ارا والكلمتي هاي او كلمتي يسمع او قدام جماعة، ولا قالها هاي انا غنعمرت هاي. مرحبا بكم. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطور ديالنا نهار من النهارات. واش اليوم واش غدا واش البارح واش ولا البارح واش العام اللي فات ولا العام اللي جاي. المهم انا باكم العبدي تابع غير هاي كل نهار ورزقو. المخمر ديال القمح البلدي ديما حاضر على الطابله ديالتنا، الحسوه بلديه هذه ديالت اليوم كي قلت لكم. بالنسبه للحريره ديال البارح اللي كانوا عندي الدراري، حتى حاجه ما تضيع مع باكم العبدي، اللي عطيناها كنعطوها واللي خديناها كناخذوها. البغرير من ديال البارح دابا نشارك معكم الطريقه ان شاء الله. البغرير بالفاني، الحريشات، البسيطله ديال نسيبتنا، طاجين ديال كفتة لدان كانت بقى عندي خضرة كيف ما كتشاهدوا، هيا صوبنا دي بانيناها. وهنا هاد لينيم ديال تدويقة من عند أصدقاء ديالنا الله يخلف عليهم، هما وهاد المسمنات هما يلا جابوهم. أنا كانوا عندي جوجات من التحت الله يخلف عليهم، وهادو المسمن ديال الخليع. هنا البليغه ديال نسيبتي، الشباكيه ديال نسيبتي الله يخلف الله يخلف الله يكثر عليا عند ثبات، ما بقيت ندير حتى حاجه ولا يجي عجنه ويحطوا لي انا. هنا اللبن والفريز، اي اللبن والفريز، اللبن زيدوا معاه الفريز طحنوه بالصحه والراحه لكم ولوليداتكم. وهذا التمر، التمر بالسالف، التمر بالسالف ما كاين لا مجهول ولا غير مجهول، المهم تمر، التمر المجهول ما خالقوش الله. اللي ما عندوش 100 درهم ما ياكلش تمر، كلشي تمر.
صافي البيض البلدي ديال مي، اه ديال دجاجنا، هذا ما شاريش، هذا ديال دجاجنا، وهذا صفوف بوكم العبدي، وهذا البراد بالنعناع ملقم. الله الله عليك الطيطيش، يا الرمه امي اللي مكحل دار بالبوحه في السماء، يا اللي مطيحينا في الماء، يا الحمريات حمرات القصاص ماليات النوبه، يا سيدي عصام والخمس قبب، صاحب جريتي وصاحب حاجتي اللي 26 غنبات نقدد فيه الليل كامل وانا واقف على راسو كعذرين، عاد سنة. المهم مرحبا بكم، مرحبا بكم ومرحبا بكم. اي قال لك ديرها في النساء ونساها، وديرها في باك العبدي وسير وترجاها، الا تقعد تخرج لك وليدي عرف راه والداني ماي، كانت والداني تابعه على الحليقيه في جامع الفنا، وكانت تابعه القياطن في الدواور، ما تابعانيش مرا وحاجه وزايره المقام وبنت الاصل والمفصل، ما والدني سبع وسبع القبيله، هاي كان المخزن الا داز با كيروح حتى يدوز هو، واللي ما يعرفش الحاج محمد بن الرباط يسول عليه، ولا الوقت مسكينه كتبغي تدور بمولاه، عمرها ما تدور بباكم العبدي. عاش الملك، الشعب المغربي، خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، والمتتبعين الزوينين، لهلا يخطيكم عليا، بغيتكم كيف النجمه لعلات والقمر لضوات والشمس لشرقات والشمعه لشعلات، بغيتكم كيف النواره وفي الارض المختاره، عمر بشرتكم ما تخسر ونورتكم ما تدبل، بغيت ربي يعلي شانكم ويوقف علامكم ويزين مقامكم، من جهه الله والنبي رسول الله وهذا الاذان ديال المغرب اللي حط دابا، مرحبا بكم. هنا باش نوريكم، ماشي كنوريكم فطور او كنتباهى به، لا، من والو درنا الفطور، من والو درنا الفطور، عجنا غير المخمر والحصوه وداك الطويجين فقط، وكلشي كان في الدار، يعني كامل الحاجه اللي خبيتوها غادي نتلقاوها، هادشي كلشي كان عندي، كاينه ديال البارح وكاينه ديال البارح، وسخن ولبق من هنايا وحط الميده وزوق، ماشي حنا اللي طيبنا اللوحه فطارو ديال البوبيل، ماشي غنشدو نقعدو نخبزوه. هذا تبارك الله ما شاء الله، هاي الناس كتصيف فيه هاد العام، طيلة كتصيف فيه، عكركر وحط، لا، ما كاينش اللي كنقول لكم ديما، أنا شوف راه كنقولها في جميع فيديوهاتي، كنقول لكم الجودة تفرق عليا، راه ما كاينش اللي غيعقل عليكم، وراه ما كاينش اللي غيتسوق لكم، وراه القفة ما كاينش اللي غيدخل عليكم، القفة راه ما كاينش اللي غيدخل عليكم، راه لما خدمتوا فيها وعركتوا فيها ونشفتوا فيها، راه والله ما كاين اللي غيتسوق لكم. انا راه ديما ما كنشوف شي منكر هنا كيدور في البلاد، راه لا حول ولا قوه الا بالله، والله كون كان القانون قانوني والسلطه سلطتي تنعدمهم على رقبتي. وا سيدنا دير لي عشي نهار وعينوا لي، انا مزاوق فيك، خنجي نفتح لك على اللي في قلبي ونوريهم لك واحد واحد. انا قلت الله اكبر المغرب، ولكن الحمد لله كل شيء زين، ربي غينتقم منهم واحد واحد، إن الله يمهل ولا يهمل. يتقاد الكلام، صيامكم مقبول إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى.